ينفرد الملحق الرياضي الصادر بجريدة المصري اليوم بحوار أجراه مع مهاجم النادي الأهلي عماد متعب، والذي أكد فيه عدم رغبته في الاعتزال وأنه يفضل أن يختتم مشواره بناديه، وأبدى تفاؤله بالمرحلة المقبلة بعدما تولى حسام البدري مهمة المدير الفني خلفا لمارتن يول، الذي أكد أن رحيله خسارة كبيرة للقلعة الحمراء رغم أنه ظلم إكرامي. للمزيد في التقرير التالي. كان مهم جدا ان احنا نعمل حوار مع عماد متعب كابتن النادي الاهلي بعد اللغط اللي اثير مؤخرا حول فريق النادي الاهلي واللعيبه القديمه وعلى راسها عماد متعب، ومطالبه الجماهير باعتزال عماد متعب الكره نهائيا. عماد متعب يمكن عمل حوار هيبقى مثير للجدل مع الزميل اسلام صادق بالمصري اليوم، وقال بالنص كده محدش هيقدر يجبرني على الاعتزال، وان هو مش هيبطل كوره الا بمزاجه ولما يلاقي الوقت المناسب او لما يشوف ان هو ما عادش قادر ان هو يكمل كوره سواء مع الاهلي او سواء مع اي فريق تاني. لما سئل عماد متعب عن مفاوضات نادي الزمالك كانت اجابته دبلوماسيه وقال لا تعليق، رفض ان هو يجاوب هل في حد من الزمالك فاوضه وهل هو عنده استعداد ان هو لو ساب النادي الاهلي يروح نادي الزمالك. كانت اجابه عماد متعب لا تعليق، وديت اجابه دبلوماسيه بتفتح باب التكهنات قدام اي اقاويل او اي اخبار ممكن تتردد بانتقال عماد متعب بعد كده للقلعه البيضاء. في ملحق يعني في الصفحه المخصصه لنادي الزمالك بنرصد تفاصيل المفاوضات مع معروف يوسف لاعب النص الملعب علشان تجديد عقده. معروف يوسف للاسف الشديد رغم تالقه مع نادي الزمالك وحاجه الفريق لجهوده، ولكن معروف يوسف يعني عنده رغبه ان هو يرحل في يناير اللي جاي خلال فتره الانتقالات الشتويه، رغم الاغراءات الماليه اللي عرضها عليه مجلس اداره نادي الزمالك عشان يستمر ويجدد عقده مع النادي. برضه ما نسيناش يعني بعثه منتخب البارلمبيه اللي سافروا النهارده الظهر لريو دي جانيرو للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه، ورصدين لاعبه رفع الاثقال فاطمه عمر اللي ممكن على اعتاب ان شاء الله هي على اعتاب تحقيق انجاز جديد في الرياضه النسائيه والرياضه المصريه بصفه عامه. لو حصلت ميداليه في ريو دي جانيرو هتبقى خامس ميداليه على التوالي تحصدها فاطمه وهي لاعبه رفع اثقال في الاولمبيات. هي حصدت قبل كده اربع ميداليات في اربع دورات اولمبيه، وان شاء الله تبقى ديت الميداليه الخامسه ليها. فاصل قصير ونواصل.